أول رسالة اللي هي إن احنا نطمن أهالينا يعني اللي هم موجودين في الشيخ زويد وفي رفح. احنا طبعا الناس دي عايشة طبيعية، الناس دي في تواصل، الناس دي يمكن يعني شبه يوميا بيجوا العريش إذا كان في أي حاجة بتنقصهم بياخدوها. ده بالإضافة إلى إن في متابعة، وخاصة في النواحي الخدمية إذا كانت كهرباء وإذا كانت ماء وخلافه والمواد التمويلية، حيث إحنا وضعين الأولوية الأولى لمطالب تلك المناطق. الرسالة بالنسبة للشهداء نقول لهم إن أسرهم يعني إن أولادكم دمهم راحش هدر، لا ده هم اللي بيدافعوا عن مصر وهم اللي مخلينا عايشين لحد دلوقتي، ونحتسبهم إن شاء الله عند الله شهداء. طبعا احنا الرساله اللي احنا بنقولها للعالم ان احنا متواجدين في سيناء، ان سيناء في امان وفي خير، وخاصه شمال سيناء. بقول طبعا بالنسبه للتنميه، يمكن حضرتك يعني عارفه ان احنا في صدر قرار بانشاء جامعه العريش، وده كان مطلب الرئيسي لينا فعلا جميعا، لان احنا نعرف يعني ايه جامعه، يعني في مراكز بحثيه، يعني في مراكز علميه اعمالها اساسا هيبقى يعني مرتكز او يستهدف البيئه الموجوده وامكانيه استغلال سواء الموارد الطبيعيه اللي موجوده فيها او البيئه اللي موجوده فيها، فبالتالي ده هيساعد في التنميه المستدامه داخل محافظه شمال سيناء، وهيساعد برضو في القضاء على التطرف الديني. احنا يمكن انا قلت في كثير من القنوات ان احنا دلوقتي يمكن اللي قاله السيد الرئيس يعني حاجات كثيره جدا بتتعمل في سيناء بشكل عام، سواء الانفاق او انفاق السيارات او انفاق السكه الحديد اللي بتتلمل على طول القناه، يعني لما يبقى في قطاع بورسعيد 2 نفق سيارات ونفق سكه حديد، وفي قطاع الاسماعيليه 2 نفق سيارات ونفق سكه حديد، وبعديهم ان شاء الله هيبقى نفق سكه حديد في السويس. ده معناه ايه؟ ده معناه ان هيبقى في انسيابيه كبيره جدا، وفي انفراجه جدا كبيره جدا، لان سيناء كلها تفتح على الوادي. وبدليل حاجه بسيطه، احنا بنقول كوبري السلام كان بيساعد جدا في عمليه التدفق، ده لما اتقفل اثر علينا. فلما ما يبقى فيه 5 اماكن زي كوبري السلام او 6 اماكن، طبعا ده هيساعد المستثمرين وهيساعد الناس انها تيجي وتستوطن داخل سيناء بشكل عام. طبعا مشاريع كتيره، ويكفي ان انا اقول لحضرتك ان احنا مثلا خلال الشهر ده اللي احنا موجودين فيه، احنا بنفتتح خلال الفتره اللي احنا فيها استثمارات وخاصه في البنيه الاساسيه بحوالي 600 مليون جنيه. وفي شهر يونيو برضو استثمارات هتبقى في حدود 267 مليون جنيه. وفي نهاية العام استثمارات ب 405 مليون، يعني بإجمالي استثمارات خلال بس 2016 بمليار و300 مليون جنيه.